أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف عليه رحمة الله ونفعنا بعلمه في الدارين الجمع بين الجهاد والعلم علمك هي الجهاد كإن للجمعية علمك عندما علمك الشيخ وكسو هذا لي علمك إلهك جهاد كنا دوا اللفظ عام أها ووحك استوى كريال كدين تا نقن هيا بجهاد أها قتال كوا من الجهاد علم كوا من الجهاد دعوة دوا من الجهاد قلم كوا من الجهاد لسان كوا من الجهاد حتى قلبي نفتي سوى من الجهاد مرك أعماش هاس فرها بدن الجهاد كهوس من هيسا يعلم كسا أبلادن والله يسكني كرا دعوة دي علمي أنا والله يسكني كرا أنت النشيخو إن كل واحد بس عطى باب كان كل كوسوب بابين هي باب كان إن وحك جرتي هذا الكيسيها وكيف كانوا يجمعون بين العلم والجهاد يا والكسب صدح راسه يسوسور راعي صحابة وحي جمعي العلم هي جهاد ودي عام أها هي كسب إن قفك صدح ذا يسوك أننا هرانو صدفني وقف مقام وين تاغن أي تهي إنو إلهي كم هذي يو قفك دوش قديسة إيو يسوك أنو علمك إيو جهادك قفك سانسان صدفني أمد تصالة ونقن كريا قف إسكش قيستة ودوكان كيسي إسكا فران هيا حواش كيسي إسكا إيبن هيا إسكا حمالن هيا كاريون هيسي إسكا جيدن هيا قلبتين أعماش كيسي إسكا إيمن هيا كتاب كان همين كيسي إسكا إيمن هيا كاسل أمدن لأوران كارا كود دايدا هران سوارد أفنا قف مثلا متفرق أها وند أسباب الدنيا والاركي قعنتان كوهينين كاسي تصالة أمد أمن نقن كاريو ودا أمد لما أران كريه شقدين كتغا مركا وحال الربي وحويا ووقف أسبابنا قعنتا كوها يو لا أركيو أعماشينا وضا علميقينا وحدوني بها نغضي وحكاها يكاسا أمد تصالة ونقون كريه قال رحمة ربي عليه وأخرج من أبي حيثمة أخرج من أبي خيثمة يو ابن عساكر عن أبي سعيد قال وحيري كنا وحانو أهين نغزو كويدولا وندع الرجل والرجلين لبنن أمنن وحان أغتغيني لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام أيان كغتغيني لبنن أمنن فنجيء وانسون نقن هيني من غزوة من غزاتنا جهاد كان كسور نقن هيني فيحدثونا وحين نور رميان رقان كتقني بما حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو نبي قسو الشيقي كدب علم قاسا كقادن هين يوم فنحدث به أنكنا علم قا أين الشيقين أين سي جارسين هين ونقول وحان أرن هين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قاسي دايري وعلم غير رقي أسي الشيغان أي كتغان كذا في الكنز مركا هالكا حديث وإذن كارك الشيخ يوسف باب دنبو أردغي باب كارتن الجمع بين الجهاد والعلم حديث كريو كاني وحونا كو عدين صحابة وإن إسكو وذين جهاد كي علمغو لبك لبحثنا ما أها هرين وانو صدافنين ونوحي سيهين واللبضا ذا قعمود أما لبدا دقود أما لبدا بادي شمبرتو سيسو يهين أم بي علمي جهاد كنا يسو يهين وأن هذا الكي شيخ ياسر ملفوظات كمقدمة دي أنكو سوردافني قال رحمة ربي علي الجمع بين الكسب والعلم تنوحو شيقيا علمي برشديسة إيا الشقضة أما أسباب تأدوني ذا إن ليسو كانو وأنا وحلسو كاني كريو المركز كسبك فراحك قادة أسباب تفراحك قادة
iyaduna de dacwada ka mid maaha, diinta islaamkana de ka mid ba maaha, ruubaaniyadu diinta islaamkaba kuma jirto. Marka waa in laysu keena alkasb iyo walcilm. وأخرج أبو النعيم في الحلية عن ثابت البوناني قال وحيري ذكر أنس بن مالك باشاقي 70 رجلا من الأنصار تضباطا نن وأنصار أها كانوا وحيا هذا إذا جنهم الليل هميكم مركو أسوق قالوا آوو وحي أتق جيرين أي أضم جيرين إلى معلم معلم بي أتق جيرين تضباطا كبا آووا إلى معلم لهم بالمدينة معلم مقالة المدينة جوغي أي لهايين بي أتغي جيرين تضباطا كاسبا يبيتون ويلسي حنجرين معلم كاس محيس من جيرين يدرسون القرآن تضباطا كبا قرآن كا أي درس جيرين بران جيرين فإذا أصبحوا مركي وبريستان فمن كانت عنده قوة ننكي كمده إتال هيا أصاب وحود دون جري من الحطب حاب دون جري ومركز سوق هذه جري أمس واستعذب من الماء بيمعان أي مقالة أسور دامن جري كدب نوحنا ويئيبين جرين قوت كوضي مصاريف تودن هل كاسي كسو ساري جرين وما كانت عنده ساعة نكي إسكها هي إسنا ساعة مال هايستا مثلا إسكالذن أصاب شاتن نفاري هاي سوء من هايين فأصلحوها ويهاجا جين هايين منات ويقاليين فكانت هيلبك اسمارك وحوها تصبح معلقة بحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصنا ذا النبي عليه السلام كا اقردو اما مقصنا ذي سبا اي هيلبك اس ينفكا ارقا هاي قشار انتو ذا اسكال لذاني اي سرسودان جيران هيلبك فلما اصيب خبيب مركي خبيب للدلي بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيغا الدري رقن تضباطا كأهم فكان فيهم وحاكم ذها خاليب يري أنس أبتغي باكم ذها حرام ابن ملحان فأتوا حوتغن على حي قلي أتغن من بني سليم ريب بني سليم فقال حرام بايري لأميرهم أمير كي جماعات كيري ألا أخبروا ما أورما هؤلاء ري بني سليم كان أنا لسنا إياهم نريد إننا إياغا أسعنين ما أشيغا أنغو أو إذن كما سعنين نسي دايا إنتا فرنتا مقارسي ري بني سليم فيخلو وجوهنا كدبنا جهادا كسعنا هينو دايا قالوا نعم إن وحرام بن ملحان كوركو تلادا سوجو دي وأي أورادا قولونا متقوم farinta gaarsi iyaga uma jeednayeen si daayaan fa ataahum haram bin milham ba u yimid fa qala lahum dhalika farinti bu gaarsi fastaqbalahu rajulun fastaqbalahu wa hakusso tooray soo shiishay rajulun nin bi rumhun waram bu kusso tooray fa anfadahu bihi markaas uu dhankii kala uga saaray waliba wuxuu ku yiri aniga la hadlaya ninkan markuu ku yimaado aan ana ila hadlo adigu dhabarka kaga imo waran xagga dhabarka ka sar wadnaha ka sar sidii buu sameeyay falamma wajada haramun markuu haram helay oo dareemay masar rumhi fi jawfi warankii inuu wadnaha ka soo baxay qala harabil milhan wahiri allahu akbar fuztu wa rabbil ka'ba kolkay sida u direen haram أيا فانطووا عليهم انتي هردينا تضباطنك انتي كهردينا دقال بيكو سوقادين قولادن ري بني سليم فما بقي كما سوهرين تضباطن كينين قراد أها منهم مخبرون مد كسو ورمو أو وركينا يمونا كسوهرين بمعنى تو تضباطن كيبا هالكي والزدور دقي يقول الراوي فما رأيت ما نأرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي ووجد كحماذي على سرية عيدا أما كوح للسود لي وجده انتو كحماذي النبي عليه السلام عليهم تضباطا كانين لقد رأيت وحانك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وكلما سل الغداة مركز الصبح كذو رفع يديه بكر قاد جري يدعو عليهم وهبار جري
وقنوت النوازل. قصة محل الشاهد كحويان انتهر إن مالك يودنا يسوش قيسن هيين همين كينا معلنكا تضبات كبا أيو إيمن هيين تاسوا مد طلبات نحيون علمكو سيدا أعماشا كلب اجتماعي أو تهيبو علمكو اجتماعي سنو يهي وتضبات نين أو مال يسوكو إيمن هي سايدة انفرادي ما مالك علمكو سنو حيوان واجتماعي سيدا أعماشا كلب اجتماعي أو تهي. وعند ابن أبي سعد عن ثابت عن أنس قال في رجاء الناس بايمد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا حير هذين كسدي بسيع عدين هيا سيكو دعضي تضباتك النبي قسيد وقدري ابعث معنا رجالا رق نقدر بير هذين إن إسلام بين النبي قيسا قدقين وأن إسلامنا طلبان كنمد داد وحاد نقدر تا دين تنصبر ساس النبي كوير هذين ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء أي النبي قدر عليه السلام تاني إذن وحيكو عدين نبي عليه السلام إن أند غيب كأغين إنتو إله يوجيها يوكالي نبي ويسيرين بيننا ويوشيغين نبي بنت مونو يوغين عليه السلام تطواتك نبي قدري بارك النبي عليه السلام غيب كوحيو كأغيها إنتو إله يوشيغين انتو الهي او شيغي ان بو كو اوغيهي علمي النبي عليه السلام ما اها علمي الهي دي ما اها جل وعلا وما دغمو. فبعث اليهم 70 رجلا من الانصار يقال لهم القراء فيهم وحاكمد اها خالي حرام بن ملحان اي اليه انس كانوا تضباطن شقود مخي اهين يقرؤون القران قرآن كي أخري جيرين ويتدارسون بالليل همين كينا ويسبعين جيرين ويتعلمون علمي كينا ويبرن جيرين يا قرآن كبا وكانوا بالنهار مالين كينا وحي أهايين يجيئون بالماء بيي كينيين فيضعونه بيهي ديق جيرين في المسجد إن لعب يوحلقوا ويسيستو يكين جيرين ويحتطبون حابنا ويدون جيرين وحنا ويبين جيرين وحنا داد كاس مساكين تيسي جيرين فيبيعونه ويشترون به ويبين جيرين وفيشترون به وحيكو يبسن جيرين حابات العقد كهلان الطعام يبينهين لأهل السفة والفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم نبيغا كدري قول ذي طلب كسوردقتي قل كي قادين ميل لتغين فعرضوا لهم دقال بيكو قادين فقتلوهم ويدلين قبل أن يبلغوا المكان هل كوذي إيا قلضو ذي إيا هل كي كوذين انتين اي قادين أي هل كي كدلين. فقالوا صحابة دي محيرادين مركي أركان إنا يدي أين بحين إنا بدبادين بيرادين اللهم بلغ عنا نبينا إله وحن قارسيسا نبي قيقا أنا قد لقينا كينا كرا كلنا ربيو فرضينا عنك أدران لأنك عن كان نقرن ورضيت عنا إله وسيد النبي يجنك جرسي. قال الحير وأتى رجل نبي من قل ذي كم ذا حراما حرام بن ملحان بوئي مدخل أنسها من خلفي حق دمبوك جيمت فطعنه برمح ورمبك التاجي حتى أنفذه إلى أرنكك الأغساري. فقال حرام باير فزت ورب الكعبة كعبة الرب قادن كردارتي وان ليباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإخوانه كل كي حادثي ذي صدا أرد عذي أي النبي عليه السلام صحابة ذي كيري إن إخوانكم قد قتلوا قرادي واللايي وإنهم قالوا وحير هذين اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا ساسير هذين نبينا وحي بلغ الشك عليه السلام. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر قال وحير كنت أنا وجار لي من الأنصار عمر وحير كنت أنا وحانها أنا عمرها إيا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد نكاسو أنصاري أهاري بني أمية نكسي أها
وهي ربنا أميها سن من عوالي المدينة مقالة المدينة تلوين كير عرفية ذي يالبي كمدا هايين وكنا وحانو أهين بيرين نتناوب كوي يعني اسكبت بدلا اسكب مالكيسة النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام داد عيسى كلب قولا سودا دا كلب مدبا سودا دعي ينزل يوما مالن بو سودا دعي وأنزل يوما اسنما لن بو سودا دعي تاسنا ومعنى التناوب فإذا نزلت مركان إمادة مقالة المدينة إن سودا دعو جيته وحانو كينيين إن كان بخبر ذلك اليوم مالن كاور كذا أور كاسوا محي من الوحي إيه وغيره وحي النبي كسود دقي عليه السلام إيه أحواش كريم مقالة بور كذا أكينيي وإذا نزل مالك وسق صورة دعانا فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصاري يوما فنزل صاحب الأنصاري يوما نوبتي مالك كيسي وأولها أي صورة دعي وحوم مقل النبي عليه السلام دمر كيسي أنا سكود دعين إنه النبي عليه السلام دمر كي كد أرتي أحواش يبو صوم مقلي وصوم نقضيه فضرب بابي ضربا شديدا الباب كيبو آد وقراعي فقال نكيبا يري أثم هو عمر مجوغا ففزعت عمر حيروان أرققحي فخرجت إليه ونصبحي فقال وحيري قد حدث أمر عظيم الرموين بعد عضي وآها أم لينها يا النبي عليه السلام إنو دمر كيسي فري عمر باسور دعي قال حيري فدخلت على حفصة رضي الله تعالى عنها بانو قلي فإذا هي تبكي وابا حفصو ييسا فقلت وحنكوري أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت قالت لا أدري أطلقكن رسول الله قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر ورك عمر سقورك قالوا حوها النبي قد مر كيسي وفري محل الشاهد كنا حويا كيف كان عمر يسحابك يجمعون بين الكسب وبين العلم هذا كاركا يعني نوبذ هذا يعني سيشقذ هذا يعلمك الجمعيين وأخرج الحاكم في المستدرك عن البراء قال حيري ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة داننا إن كستا النبي عليه السلام أحاديثنا نسولنها نودا أفكي سمعنا كما قال ليس كلنا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لنا وحان نصر ندبر ضيعة شقوين هي أعمال يوا أشغال ضيعوا مركب وشقوين كتجارة ذي بيري وحيلان ولكن الناس ضدكم حيا هاين برجا كانوا لا يكذبون يومئذ مالن كاس يا وقتك السحابة عد نب من الشيقين والنبي عليه السلام كذا النبي عن كم مقلي ولا جر ميسن هي النبي عن عد من بينك الشيقين مركب سدن عمر ينن كاس وكلهم بالنبي وحلاقي قادن هاي nimba dagdiisa wax ku maqlaya ku kala wuxuu sheegayaa kee kale nabiga yiruun booranay walakin annas kanu la yakdhibuna yawma idin fiyuhaddithu shahidu kan nabiga u joogay ba sheegayay alghaiba bu wuxuu sheegayay kee kale saasun bu wax ku wariin hayay marka kama dhigna ninkasto saxaabi ah hadithun wariin inuu nabiga ka maqlay fa saxaabadu laakin kulluhum wa ma hayasidan u sheegayo la yakdhibun bayn ma sheegan ولي بالنبي صلى الله عليه وسلم عندنا بين مين كشيء المركز الصحابة كلهم عدول وهذا رد على الشيعة قاتلهم الله حكدا دعسن إن صحابة النبي رضي الله تعالى عنه ما هنا بين كشيء يعني بل إن جالين ما كدا دعسن ويندين تملا ذا الإسلام كبكبب بحسنهن كانوا لا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه ووافقه الذهبي ان حاكم ان بدن بان سو دافني حاكم استدراك مستدرك حاكم كتاب ليه هي
كتابك وحل هذا مستدرك. مستدرك معني سواء ما هي يعني وحليشين محو حليشين هيا وحو أركي أحاديث فربضا أي سوريين رقي أي سوريين بخاري يا مسلم يعني رقي بخاري يا مسلم كجري رق لمد أها أما إيجيبا أحاديث أي سوريين أو فربضا أو متونها أو كجرين بخاري يا مسلم مرك أحاديث النوع هذا نبو أروريي مرك سوء بحية مستدرك. مستدرك من الأهلين وأهلشين أيون أهلشين هيا بخاري مسلم بولا يكون وحايا دين أي سوى ساران مرك وكتاب آدن أوين كل العلوم ذو مرك ويكدبت تغين تليفون هذا نقا بختي ولا ليال علوم مرك علوم ذا كدبت تكتب حاكم ذا إمام الذهبي عليه رحمة الله مستدرك بو كسي دبت تغي مرك وحوا أرك حديث بدن أين أهين إن لها ليشينين أيه بخاري مسلم وليه يعني ويكدر جيريهين مركا وحيالا بضن وقوة فقي ووهرمتا بيرحاكمو وحيا ذا حديثنا بخاري مسلم سوصاران وحيالا بضن وكديدي مركا انت بضن وحارك دو انتا كلكو حاكم شيئو محو دبادقا انت بضن ذهبي بضبادقا يعني ذهبي باكاد دبادقا حاكم وحيالا بضن وقوة فقي ووهرمتا كويري وحيالا بضن وكديدي. قال رحمة ربي عليه وحيري وأخرجه الحاكم في معرفة قال الحير قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لكن ما ينسو صار ووافقه الذهبي لكن وكوافقة. وأخرجه إذن الحاكم في معرفة علوم الحديث عن البراء قال الحير ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا أصحابنا وكنا مشتغلين في رعاية الإبل شقوين كان وذا النبي كليه جيلان كشقينه نقار نجمده قار كلا النبي جا كم غلين عليه السلام مرك تن محي كتوسي جيلي يشقدي النبي عليه السلام وحلا جم غلي اسم الدين واسم السعدين. وهكذا أخرجه أحمد ورجاله رجال صحيح كما قال الهيثمي وأخرجه أبو النعيم في معناه وكما في الكنز وأخرج الحاكم في المستدرك عن أبي أنس مالك بن أبي عامر الأسبحي قال الحير كنت عند طلحة بن عبيد الله فدخل عليه رجل فقال الحير يا أبا محمد والله ما ندري ما قرن هنا أنك هذا اليماني يماني غير أبو هرير وجدا أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنتم مثل نهار النبي وركي سهيا تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يقل ما النبي قو كبين أبورن هيان كان مسواس دي يعني أبا هريرة. فقال طلحة والله ما حالك إذن كنت الله هو استحقق رشيخ ما نشكك قرى يأذى نون وبدلا ما يشك ما نشك كشكي مينو أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه النبي كم مقلي عليه السلام حديثا والله ما نشك أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع وحيالا أنان مقل إنه النبي كم مقلي أنك حويري كما شكسن. وعلم أبو هريرة وحو أغاذي ما لم نعلم وحنان أغانن سببتنا أساق إمك الشيقي هرين أبو هريرة ونقص وشاقي سببتي أقر أبو هريرة محقو شاقي وكاس كارنتا. نعم انت بامكان الشيخ والشيخ لكن صحابي قني مركب محوير وعلم ما لم نعلم إن كنا قوما أغنياء الدنيا لهين لنا بيوت وأهلون قريو وحان لهين إهلو كنا نأتي نبي الله طرفي النهار أي النبي قوي من هيني ثم نرجع ونقون هيني ما حيكون نقون هيني يا دي ادو يو يكون نكون هين مركا تن وا جمعن بين العلم والكسب كسبكم كاوي ثم نرجع دي نرجع ورجوع كسبكم نكون هين طرفين نار يوي من هين نبي عليه السلام مركا ساسا لي سو كان كرا علمي وحبرشدي يا كسبي. قال كنا ناتي النبي الله طرف النهار ثم نرجع وكان أبو هريرة مسكينا لا مال له ولا أهل ولا ولد إنما كانت يده جعنتي سمحي أهيد مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سحن كون نبي جعنتي قليا بولا قليا هي سقنا باهي انتا كبدا مونا لهين
وكان يدور معه حيثما دار هل كن نبي عليه السلام مرنا ولا مريي ولا نشك كما شكسن أنه قد علم ما لم نعلم سيده مرد حالة دي ستها وحيا لبدا وقاذي أننا نكوغان وسمع ما لم نسمع ولم يتهم أحد منا قف صحابة دي كمت أها او تهمي أما دي كشكينا مجر ولم يتهمه أحد منا أنه تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يعني نين كتهمي مجر ويري النبي بكبين أبرت عليه السلام فالشيعاده حقي مركا ككيانين نيبوري لك الشكيان واحكا لما أهاني خرافات كان يدين تن أي دستان يكبح زن دين تن إسلام كا أي علم ذي كل دين حديث دي أيو أبو هريرة مركا عقدد هالكا سكا قادين يعني علم كان النبي محمد كرابي كهري مدو حان خرافات كان يدستان علا الدواء انتاس وحي بورور النعاني قال الحين ما لم نسمع ولم يتهم أحد منا أنه تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا مركا تاس باب كاس ومهم جدا إن ليسو كان كسبغا إي علمغا إن ليسو كان ولذلك تعرفون بريغا دويتو طريقة الشيخ أرشد مركا صوب حذي تفرق إيدا كسبغا ذاتك أديدي سي علماء النظام الدين هل كي استاغين قال وحير إمام يوسف عليه رحمة الله تعلم الدين قبل الكسب انت هذا شقادة قبنين شقادة قبن هي سو حكم كذا برو وحاد قبن أردن أمر إلهي باجرة نرشو سي أردن تهي ألف إلهي ملك استوحا سارا أمر إلهي هذا تاجر تهي تجارة أوامر إلهي باجرة سي الله شقيستو سكس الله من شقيستو هذا ما علمته سي وحل براجرته هذا ما ضحته سي ما ضح له نقطه جرته بس كما فريسون كرسيك نظام باجره اسلامي هو اوامر الهي باجرته ان فقير هذا تاي غني هذا تاي المهم الشقادات قبن او دن وحا كهورتا لا اوامر الهي مركا هذا كسب غليسو احكامته كسب غبره انت دن كسب قبنين قال الشيخ يوسف محيري تعلم الدين قبل الكسب أخرج الترمذي عن عمر بايري قال وحير عمر لا يبيع في سوقنا هذا إلا من تفقه في الدين لا يبيع في سوقنا سوق يغن ما إيبين كرا وحبا وحنا ما يعني بيع ما قالي كرا وقفنا وح ما إيبين كرا إلا قف مويان تفقه فقه برتي أو علم برتي علم قاسو في الدين هذا مركا أثر كاير شيخ يوسف وذين كارك محو أساري عنوان دمبو أساري تعلم الدين قبل الكسب مركا شقوين كان أوامرت إلهي كسو أروتي وأنا ذو حكاك قران هايسو قال وحير رحمة ربي تعليم الرجل أهله أهل كاغا إن أوننكو وحبرو ناكت هذا إن أذو وحبرتو أخرج الحاكم وصهوا على شرطهما عن علي قال وحير في قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا إلا يحنير نفتيني يلقن نارك إلى ليا سيلوغ إلى لين علموا أنفسكم وأهليكم الخير يعني النفط أنفسكم سير نفط هذا أوغ إلى لين كرتا نارتا أما إهل كاغا وإن أد خير كنفط هذا إي إهل كاغا أد برتو سؤال شو حيتاي ناكت هذا إمك إمساسا ولا جوكتان غير كاغا مثلا بل حديث ويدي سام من مالك إلهي إذن كلمي إلى ما انتظى لجوغو يعني ما حاد برتي وحين تيلا اقباد برتي بل سؤاشا اسويدي سؤاشا اسويدي تهدى القرآن كيلاهي ولا برتي السنة النبي ولا برتي الحمد لله هدي اذا وحبب كبيرين انتا سوصننا اقو انتا مقصر تهي قال وحير على قال وحير قال قوا انفسكم واهليكم نارا قال علموا انفسكم واهليكم الخير كذا في الترغيب واخرجه الطبري في تفسيره بلفظ علموهم وادبوهم اذا وحنبر اهل كاغا ادبت نبر ايا نار تساسد كاغا الالين قال وحير واخرج البخاري في الادب عن مالك بن حوارث قال الحير أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة النبي قال أني بد عليه السلام أنك ودلين يرأه متقاربون اسكو فل أهو اسكو دو
فأقمنا عنده 20 ليلة لباتنها من بأن نبي لجوني عليه السلام فظن نبي محمد لي عليه السلام أن اشتهينا أهلينا إن أي حيث نقبته ريرك أحيصوني فسألنا عمن تركنا في أهلينا ريره يدك أتمادين فأخبرناه ونورني وكان نبي محمد عليه السلام رفيقا يعني دمرين بدن رحيما أو نحريس بدن فقال في النبي عليه السلام ارجعوا إلى أهليكم ريره نكون نقضى ما هي لكن سمية فعلموهم وحبرا علمي قبرا ريركين ومروهم ونقنا أمرا وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم مذيها آذامه ولي أمكم أكبركم محل الشهادك أنه حويان فعلموهم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم قال الحير عليه رحمة ربي تعلم الرجل لسان الأعداء وغيره للضرورة الدينية يعني كتاب كيف كسبها الشيخ أحاديث النبي كسبها ننكو حو كسبها عمل كنال هاي سو إن أدو أحبرته إن أرهير كاغا أحبرته إما كنو حو كلي هاي كل كاد إنتا سوردا ما يسو لسان الأعداء إن أدو أحبرته لكن للضرورة قسب معها ضروري واجبنا معها لكن للضرورة قال الحير تعلم الرجل لسان الأعداء iyo wagayrihi inuu barto laakiin musaabo baranaya li daruratu wili badarurada samaxaya adiniya darurada diiniya akhraj abu ya'la ibn asakir an zayd ibn thabit qala huri utiya bi nabiy sallallahu alayhi wa sallam maqdamahu al maqdamahu al madina magalada madina marku nabigu yimid alayhi salam ba la keenay fa qalu ya rasul allah hadha gulamun min bani an najjar wa qad qara'a mimma unzila alayka 17 sura فقرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة ذي النبي كد الآخرين فأعجبه ذلك فقال النبي حوري يا زيد تعلم لي كتاب يهود يهود فرت هذا إبرو فإني والله ما آمن ما آمن يا يهود ني يهود فإني والله ما آمن يهود ني يهود آمن ما يو على كتابي yaani fartayda ku aamin maayo yaani nabiga kaleey salaam wuxuu ka wadaa nin yahuuday intaan u yeedo ila nabiga ciilaaq u lahaa yahuuda waxba isoo qorayeen waxba u qorayay marka nin yahuuday inaan ku raado waxa qor ma aaminayo waxa laga yaabaa in wax kale ku dardaro ee adigu ii baro fa taallamtuhu waan bartay farti yahuuda fama madha li nisfu shahrin wa ma saacisho shan iyo toban cisho ima dhaafin xataa xadaqtu إلى أن ماهر كن نقضي حريف كن نقضي كتابة وكلاما فكنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كتب إليهم وأقرأ كتابهم إذا كتبوا إلي يعني نبقى سكرتير بن نقضي عليه السلام وعندهما أيضا وابن أبي داود عن زيد قال حير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحسن السريانية لغة السريانية لغة النبي عيسى عليه السلام ما تقنى فإنها تأتيني كتب رسائل با ايغي ما دول لا ان سو قرا قلت لا قالوا حرف تعلمها بر فتعلمتها في 17 يوما بان كبرت وعند يعني فهمي سالك كرنس الصحابي قاس وعند ابي داود وابن عساكر ايضا عن زيد قال حرف قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان تاتيني كتب لا احب ان يقراها كل احد نكست او يهودي ما امنيو marka inuu yaqriyo majjal ninkasta oo yahudi ah فهل تستطيع أن تتعلم كتاب العبرانية أو قال السريانية فقلت نعم فتعلمتها في 17 ليلة كذا في منتخب الكنز وأخرج ابن سعد عن زيد نحوه وأخرج الحاكم في المستدرك وأبو النعيم في الحلية عن عمر بن قيس قال حين كان لابن الزبير رضي الله تعالى عنهما 100 غلام بقل الدومب لها يتكلم كل غلام منهم متكست وحكوا هاللي بلغة أخرى لهجت كله يعني أنت سو لهجيك الأهين فكان ابن الزبير يكلم كل واحد منهم بلغته متكست وحكوا هاللي محي لهجته سا فكنت إذا نظرت إليه قل كان ابن الزبير أيقو عبد الله ابن الزبير في أمر الدنيا الدنيا ذا سيدي كويها مركان أركو
قلت وحان اسورني هذا رجل لم يرد الله طرفة عين يعني الدنيا السوء مشغول سنيا هي السوء التكسير مركز أركض حرم الله كان إلهي يعني البرقس إلهي ملاها مضوني وإذا نظرت إليه في أمر آخرته قلت هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين رضي الله تعالى عنه وأنا سيد وقفك لقرب ميزان كاس يعني ويسود ليلة ترين يهي لكن ما أنت ما أنت مسلمين تم حكى بحسن ميزان مجردي قفك حركة سيئة أعماشي ما شاء الله كنت لا تقيا يوم أنت سوفين تكون أقدار كيسا ما لقص وقب تابين أجرين شاقوا هلا يا موحي بأسير بدلا يا حد أنا دان كي كلو يستاقيا مركا ما أنت مسلمين تنكو حنيقا ما إنقا ما قن محي ميزان اسمه ديلي ترين ما أنت لكن صحابة ديلي تر بلا ويسم ميزانين الديود المجيدين هينين أن آخر ضدي ساس أكل ميزانين قال الحير واخر ابن ابي شيبه وابن عبد البر في العلم عن عمر رضي الله تعالى عنه قال الحير تعلموا من هذه النجوم فلق علم الفلق بمكان كهضيا وحاد كبرت حدقها ما تهتدون به في الظلمات البر والبحر مدو يدا لحدقا جن مثلا لو قرت دي او ربادي مكو يقانيني حدقها وحاد كبرت مقديه البر اي بده وحاد كميل مرتان ثم امسكوا لكن انت فلقه كبرت هلك كجوكسو وعندها ناد عنه قالوا حير تعلموا من النجوم وحد كبرت حدقها ما تهتدون بها وحد كم ميل مرتان وتعلموا من الانساب علم النسب كان وحد كبرت ما تتواصلون بها ان ادسكو حديرسان ودي ابتغى يا هبريرتا يديت دد ما غيرين ما حديرين هسا مركا رحمك وحد كحديرس كبره انظر الان شيخ يوسف عليه رحمة ربي إبداع عيسى قرآن كي حديث كي النبي عليه السلام عز علم الحال كي بكسو هاد لي علم الليل كي بكسو هاد لي لغة الأعداء بكسو هاد لي إمكان علم الفلك بسو هاد كل كسو هاد في قرآن كي يدين تيوردن علم الفلك روينا براتو كلي علم الفلك نولي وحكو كسي حجيسي محي علم النسب إنه وحكا براتو إمكان علم النحوذ كو قلي دونا قال الحير عليه رحمة ربي وأخرج البهقي وابن عساكر وابن النجار عن سعسة ابن السوحان قال الحير جاء عربي إلى علي بن أبي طالب فقال الحير يا أمير المؤمنين كيف تقرأ هذا الحرف آيدا سذابا ذو آخر ذاب يري كيف تقرأ هذا الحرف لا يأكله إلا الخاطون يعني آيدا ساسو آخر إلا الخاطئون تبو آخر محي خاطون يعني قوة طلاب صدا ويندي لا يأكله جيد كأهل نارتا وحا عنا أوندت كي طلاب صدا قال كل والله يخطو تنك سيو طلب صدا مركا نك سينارتا مجيد كمكعونيا فتبسم علي رضي الله تعالى عنه وقال حير لا يأكله إلا الخاطئون خاطئون وين ما هو يرمحي خاطون قال حير ننك صدقت يا أمير المؤمنين ما كان الله إلهي معها ليسلم كي هلاق يا عبده مركا ليسلم ذاس هل كان هلاق بكوضا ثم التفت علي إلى أبي الأسود الدؤلي تابعي قاس ومخضرم أها مخضرم عن هذا الواء محي يقرن تابعي قاس ومخضرم هذا الواء يقرن نخبين هذا أنكسور دافني وكاس يعني وانن إسلامي نبي محمد أرنال عليه السلام لكن نصيب مونا أرق أيوه نبي عليه السلام مونا أرق نبي بعد انت عليه السلام سوغن أرق تابعين تنوع عاسها مخضرم بليلا إمك النجاشي أوكله من صحابي ومن سوى تابعي وتابعي لكن ومخضرم النبي قال نور بو إسلامي عليه السلام لكن النبي قال منارك دين ثم التفت علي إلى أبي الأسود الدؤلي تابعي قاسو علي إيغي فقال الحكوري علي باكورن يتابعي إن الأعاجم عجمك وحن عربين ودوين قد دخلت في الدين كافة يعني دين تي إسلام كيبي لما نسوا قالين فضع للناس شيئا ضدك واحد أدجس علمي يستدلون به أي دليشذان أي على صلاحي لسنتهم يعني عرب كذا كتب سيئا وعلمي قلنا حوذوا له يقان وانا مهم علمي قاسي إن هذا حكاب برانا يسوع كتاب كان أنصفي عنها داد وطقان يسالي هذا محي أجرومي كوكو فلان أجرمك هذا سفي عن أدرسته وروحته وبحديث سفي عن أفهمته يعني وحويم بباب كان كاجي في لينه مركب فضع للناس شيء يستدلون به على صلاح ألسنتهم وح أيضا كعرب كذا كتوسيا أدجي
فرسم محو دجيي فرسم له الرفع وحل قدو أوردن أيو مركو دجي وحيكو بران لهاين إيا والنسبة وحيلو كورد بيو أوردن إيا والخفض وحيلو هسد بيو أوردن مركة تنوى مر لباد سانسودا في القرآن كي حديث كي علم اللغات كي كلا علم الأنساب كي علم كي النجوم كي نحو دينا واكن الشيخ هالكا كوغو سو كوبي مركة علم قلنا واحدي سو أردن وإن وحلق برتبو ليه الشيخ يوسف عليه رحمة ربي إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.